ايه كارن، دقت لي المخبرة ورجعت كمان بعثت لي رسالة. كاتي، بدي روح قابلها معك. أنا كمان بدي روح لأنه بدي أعرف مين هي. كاران، هذا المكان اللي قالت عليه كأنه نحن تأخرنا، بس ماني شايفة أي سيارة فخمة. رح نستنى شوي، هي بجوز تأخرت مو أكتر. أيوة، شو عم يستنى كارا؟ لو سمحت رجعني بسرعة. يلا أنوشكا، فهميني شو هاد اللي عم تعملي؟ قلتلك بدي حيوية أكتر وهيك ما رح يمشي الحال. أحسن كتير. روحي كاتي. كاتي ريا. اي مدام. وين كاتي؟ الان سي كاتي؟ صدقيني ما بعرف. ومين مسؤول عن العرض؟ انا مدام، بس انا عم بشتغل على التحضيرات. لسه عم تحضري؟ بعدي هيك شوي. كاتي كاتي ري. مدام كاتي وينه؟ كاتي هون عندها شغلة صغيرة. لا تخافي، إذا بدك شيء اطلبي مني أنا بساعدك. لا، كان بدي إياها تناقش معي ترتيبات العرض مرة تانية. ما ضل عنا غير 24 ساعة. يا ريت بس تجي تخبريني. أوكي؟ يعني كان ضروري كاتي تروح؟ هالبنت وترتني. هي جنبات، تعي شوي. كارون، تأخر الوقت كتير، ليش لهلا ما أجت؟ قلتلك هيك نوعيات من الناس ما بيستاهلوا الثقة. انتي بس يا كاران، لما حكيتني كانت كتير واضحة وقالت لي انه عندها معلومات مهمة عن عرض الازياء. انا ما فيني اتجاهل الموضوع حتى لو كان بدي.